فيديو مشوق أصدقائي لقصتي الجميلة مع الفرخين اللي وجدتهم على شباك المنزل. أمامنا الفرخين الصغيرين بعمر 3 أو 4 أيام، هجرتهم أمهم لسبب ما. انتظرت يوم تقريبا لم تأتي الأم، خفت على الفرخين إنهم يموتوا. نقلت العش بالفرخين كما نشاهد أمامنا، نقلتهم لصندوق زوج موجود، زوج من الحمام بالصندوق ذكر وأنثى. نقلت العش وفي الفرخين لزوجين غريبين ذكر وأنثى يشاهدون الفرخين لأول مرة. نشاهد بهذا الفيديو أصدقائي بعد قليل كيف تكبر الفراخ ويصبح عمرها شهر وشهرين، ويستمر زوج الحمام بإطعامهم في مشهد رهيب. انتظر زوج الحمام لمدة ربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة للتعرف على الفرخين الغريبين الجديدين، ومن ثم بدأ بالتآلف معهم والتعاطف معهم حقيقة، وتعاملوا معهم وكأنهم أمهم وأبوهم. هنا المشهد الرائع أصدقائي، كيفية تعامل زوج الحمام الغريب عن الفرخين، وكيفية تقبل زوج الحمام بتجربة رهيبة ومثيرة. بدأ الزوج بالتعاطف مع الفرخين وأطعامهم وتعاملوا معهم بمنتهى الحنية حقيقة. كما كنت أسمع أصدقائي، توقعت أن يتعامل معهم الزوج بعنف وعدم تقبل، لكن على العكس كان هناك تقبل للفرخين، وبدأوا باحتوائهم والجلوس عليهم وتدفئتهم وإطعامهم. مشهد بمنتهى الروعة أصدقائي، يحكي قصة جميلة لتعاطف زوج من الحمام ذكر وأنثى مع فرخين جديدين يشاهدونهم لأول مرة. نستمر أصدقائي بمتابعة هذا المشهد، وأحاول أن أفصل أكبر قدر ممكن لمعرفة كيفية تعامل زوج الحمام مع الفرخين الجديدين والغريبين عليهم. بعد قليل كما ذكرت أصدقائي، سنشاهد مشهد للفرخين كبروا وأصبحوا عمرهم تقريبا شهر ونصف ومن ثم شهرين. تابعت هذا المشهد لعدة أشهر، تقريبا شهرين ونصف، حتى كبر الفراخ، واستمر الزوج بإطعامهم واحتوائهم وحمايتهم في مشهد رائع.